اهلا وسهلا فيكم اصدقائي متابعين قناه فيدا فريش ووتر فيش. اليوم راح اخذكم بجوله سريعه راح نضيفها لسلسله يوميات راح تنزل طبعا على القناه. راح نبلش جولتنا بالاحواض الموجوده عندي حاليا وانواع الاسماك والنباتات. بهذا الحوض انا عم بعتمد نظام قريب على مبدا الشلالات اللي بتحبه فصائل اكنيدورس اللي هي بتكون موجوده عاده على اطراف الانهار. هذا النبات الكبير شايفينه مزروع بقصايص، هذا من فصائل الاكنيدورس. الاكنيدورس عندي من الاوزيلوت جرين، من هادي ريد كاميليون والروبين نارو. هي ثلاث انواع، هي هي البيئه الطبيعيه مثل ما انكم شايفين قدامكم اللي بتحبها، جزء مغمور وجزء خارجي. الجزء الخارجي هو اللي بيتم تكاثره والتعامل معه، بالاضافه للوبيليا كاردينالس اللي هي كثير بتحب الاجواء، بتعطي نموات كثير عظيمه وبتحطها بنص مي نص هواء، غير بتحطها مزروعه 100% بالمي. وإذا بتحبوا مستقبلا اعمل فيديو خاص كيف تعمل بلوداريوم خاص فيك مع المرشات تبعه، اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله بننفذ مشروع صغير بحيث انه نقدم اكبر فائدة ممكنة. درجة الحرارة المحطوطة بالحوض هي 21 درجة مئوية، حاليا كويسة حسب ظروفنا بالبرد وهيك ممتازة. طبعا تمثيل غذائي للنبات بيكون أقل بهي الحالة، بس شوي شوي بيتفجوا وبنرفع الحرارة تقريبا درجتين لأنه مو كل النباتات بتعيش بهي الحرارة. هلا عنا الأنوبياس مثلا بتتحمل لأنه هي فيك تحطها جذورة مائية و100% هوائية بتطلع معك ولكن بدها نسبة ترطيب عالية. بنروح هلا لحوض تاني. ومن الهواة اللي بيحب يفرخ كوبي مثلا او يعتني بسلالات معينة عنده اياها صافية وما عنده المساحة لحتى يعزل الفراخ عن الآبة، فهاي احواض كتير مناسبة بانك انت تعمل ممرات مائية بيناتها وتحط فلتر واحد مع نظام فلترة رباعي. هذا كمان فينا نشرح عنه، نعمل مجسم صغير عن طريق مضخة وفلتر سفنجي تقدر تفلتر الحوض كلياته. مثل ما انك شايف المساحات كتير ضيقة للفراخ، انا ما بعزل ابدا الفراخ، اول اسبوع بس نفدت خلاص بتعيش ما في اي خطر عليها. من الانواع كمان اللي فيك تفرخها بهيك احواض هي الزيبرا دانيو مثلا. تايجر بار ما بيمشي معك لانه شوي هو عنيف مع النباتات. عندك الوايت كلاود ماونتن مينوس، الجالاكسي راسبورا، كل انواع الاسماك اللي بتمشي باسراب وبتنسر بيوض نسر فيك انت تحطها بهي الاحواض بكثافه نباتيه عاليه، فالبيوض اكيد اكيد رح تنفض ويطلع عندك فراخ. واللي متابعني من اول قناه بيعرف انه انا دائما بعتمد على النباتات او الكثافه النباتيه لحتى ننجح بالتفريخ. فيك تشيل الاباء بعد يوم او يومين من وضعهم بهيك حوض، بتنطر حوالي 4 ايام بالكثير 5 ايام حسب درجه الحراره يعني وسرعه فقس البيض، وبتلاقي الفراخ صغيره عم تسبح بالحوض. وهلا بنروح لباقي الاحواض. طبعا انا بعتمد التصوير بالنهار لانه انا على الطاقه الشمسيه بنشغل اناره ففينا نصور ونقدم ماده ممكنه. هلا بنروح على حوض في وايت كلاود مينوس، وايت كلاود ماونتن مينوس الاحمر، وبيجي منه الوان عاديه. هلا عندي هو درجه ثانيه مانو توب صراحه، انا نزلت حلقه تفريخ عنه على القناه كانت الالوان احلى بكتير، فيكم ترجعوا تشوفوها هي بدايات القناة. هلا في كمان بهذا الحوض الليوبارد دانيو والزيبرا دانيو اللونج فين. وفي كمان ضيوف جداد على هذا الحوض انا حطيتهم فيه، هني اسماك الكريبنسس اللي هي اسماك افريكان سيكليد واكثر شيء متواجده بغرب افريقيا، حتى في شيء اسمه منها بيكون بوليفيان كريبنسس، هذا بيكون زعنفته طويله اللونج فين. هلا تضاربت المصادر انه في منه ببحيرات امريكا الجنوبيه، في منه ببحيرات افريقيا. هلا هو الموطن الاصلي المعروف هو غرب افريقيا. وحلاوة سمكة الكريبنسس انه هي جوكر بهي الهواية، يعني فيك تحطها مع كل انواع الاسماك اللي بتخطر عبالك من النيون تيترا او كل فصائل التيترا، الدانيو، الديسكوس، بس شوي بدك تنتبه على الحرارة لانه اسماك التيترا بتحب 19 لل 20 21 بينما اسماك مثلا الكريبنسس بتحب 26، ولكن بظروف بلدنا بنحطها لحنا بتتحمل مي باردة فبتعيش مع كل الفصائل المتوفرة حاليا. وهي الحاضنة بحط فيها انا شريمب وبأملها تيار جانبي مشان نعمل تجديد دائم للمياه، حاط فيها بلو دريم شريمب وضايف ورق اللوز الهندي والادلر كوينز ولحاق شجر اللوز الهندي اللي هو بيمثل البيئة الطبيعية لهي الكائنات.
وهلا منروح لحوض جديد. الحوض اللي انا كتير زعجني منظر المي اللي نازل على البلور من ورا، وما في عندي مساحه لحتى ننظفه ولا باي شكل من الاشكال للاسف. فيا ريت تتركوا مساحه ورا الاحواض تبعكم كنصيحه. هلا هذا الحوض فيه الانجل اللي هو تفريخ احد الاصدقاء، بالاضافه لفصائل اكنيدوراس، طبعا ورقته نحيفه بسبب ضعف الاناره ولونها اخضر. عندي كمان البيج بير ولكن شوي بسبب ضعف الاناره والتدفئه وما في الظروف المثاليه للنبات فبيطلع بهذا الحجم او بقزن. منروح هلا على الحوض اللي بعده اللي هو حوض الفلسناريا وحوض الشريمب والحلزون. طبعا في شغله انا ما قلت لكم عليها بالاسبوعين اللي راحوا، كان الزلزال مأثر علينا بالشغل بالانارات بالتنشيط الاحواض حتى منزلين منسوب المياه اذا انتبهتوا، كان الموضوع جدا صعب. الله يرحم اللي راحوا ويحمي الجميع ولا يدوق حدا هذا الشعور. هذا الحوض رح نعمل له صيانه قريبا. طبعا في عندي طريقه لحتى نسحب الحلزون من كل الاحواض، رح تشوفه منتشر بكل احواضي بس هذا ما بيشكل عندي اي مشكله، قادر اتصرف معه وتعامل صح. هذا الحوض فيه نيون تيترا وبرستل نوز نوعين، البينو والسبوتيت. فعندي هدول النوعين، انا ما بحب احطهم مع النبات، هني اكلين طحالب جيدين ولكن احيانا بيأذوا لي ورق النبات وبيعملوا لي ثقوب فيه. هني بياكلوا الاهتراءات ولكن احيانا بيتحركشوا بكل الاوراق فبيعملوا لي ضرر، وخصوصا اذا كانت نبته غاليه عندك. فانا صراحه ما بقى عم حب احطهم باحواض نباتيه. نجي هلا على حوض الجيوفاغوس. الجيوفاغوس هي انواع كتير كبيره من امريكا الجنوبيه. عندي نوع الابوريما، الابوريما ما هو مثل الطاووس او الالبينو او اللونغفين او التريدفين اكارا، هو في شبه بيناتهم كتير. هذا السمك بيحب القيعان الطينيه او الرمليه والغذاء المتنوع، اغذيه جافه واغذيه حيه ان امكن. درجة الحرارة اللي بتعيش فيها برفها هي السمكة هي من 28 ل 30 درجة مئوية، ولكن بتتحمل أقل من هيك. كما هي مسالمة بتعيش مع الكريمسيس مع الديسكوس مع الأحواض، عفوا بتعيش بالأحواض النباتية كمان ما في أي مشكلة، مسالمة سباحتها هادية فيها رواق ما بتزعجك أبدا مثل الأفريكان سيكليت، بيضل في منافسة على الأماكن الاختباء أو المغارات أو الكهوف. هي بشكل عام هي من الأسماك الأرضية فهي ما بتعمل لك أي مشكلة بهيك أحواض. قبل ما نتابع جولتنا ان شاء الله بهاليومين ثلاثة رح تنزل حلقة عن كيفية تصميم بركة اسماك في الهواء الطلق. وصلنا لحوض اسماك السيرباي تيترا، هي من فصائل التيترا المتنوعة والغالبيتكم بيعرفها. السيرباي تيترا هي من اسماك اللي بتمشي ضمن اسراب بشكل كتير حلو، هي والليمون. الروزي تيترا لا بتمشي احيانا اثنين او ثلاثة، اما السيرباي تيترا لاحظت انه هي بتمشي باسراب كتير حلوة، من 12 ل 20 سمكة بتضل مع بعضها بالحوض. أنا بفضل أن تكون في منا أعداد بالأحواض النباتية بالإضافة للتباين بالحجم مع باقي أنواع أسماك الحوض. نجي هلا على احواض الكلاون كيلي فيش من فصائل كيلي فيش، وعندنا الفورك تيل ريمبو.
الموطن الأصلي للفورك تيل رينبو هو أستراليا وغينيا الجديدة. هاي السمكة بتحب تحط بيوضة على أوراق النباتات، ماكسيموم بيوصل حجمها للخمسة أو ستة سنتيمتر. من الأسماك اللي بتعيش كمان ضمن مجموعات ولكن قليلة. من بعد عمر 6 شهور فيك تميز الميل عن الفيميل، الذكر عن الأنثى. بهاي الأسماك الذكر بيكون زعنفته الظهرية كبيرة وألوانه بتكون أحلى، الأنثى بتكون أصغر بالحجم نوعا ما. وطبعا رح نعمل مقطع تفريخ لهي الأسماك، بس ناخد الحجم الصح ونعطيهم الغذاء المناسب. حاليا عم طعميهم الأرتيميا وأحيانا أكل جافي اللي هو من شركة تيترا. منروح هلا لحوض الكلاون كيلي فيش. كمان هاي الأسماك عم جهزها للتفريخ، نحن بحاجة تقريبا 4 ل 5 سنتيمتر. الذكر اللي أمامكم بيكون زيله أحمر. أنا ما رح توسع كتير من المعلومات، رح نعمله حلقة خاصة لهذا النوع من الأسماك لأنه تفريخ الكيليفيش كتير صعب، ولكن ما هو مستحيل إذا كان عندك المعلومات الكافية. نجي لحوض نيون تيترا. هذا الحوض كان فيه مياه خضراء. المياه الخضراء هي نتيجة ارتفاع نسبة الفوسفات بالماء، فبصير عندك مياه خضراء نتيجة قلة تنشيط المياه الإنارة الزائدة، فبيطلع عندك المياه الخضراء. المياه الخضراء اللي بيستخدموها أصحاب البرك لحتى ينموا أو يعطوا نمو سريع للأسماك. المنتج اللي استخدمته أنا لحتى رجعت المي لهي الحالة، رح نعمل حلقة كاملة عن الكيميائيات المستخدمة بالمي. أنا صار عندي شركات سنغافورية، تايلاندية، صينية، ألمانية، أمريكية، كلياتها رح نحكي عنها بحلقة واحدة. بالإضافة كمان من زمان حاولنا نفرخ النيون تيترا، ولكن كان الوقت الزمني اللي معي أنا ما بيساعدني، كنت عم غادر دولة ألمانيا وعم برجع على البلد، فما كان عندي هالمساحة الزمنية لحتى أقدر تابع معكم هي السلسلة من أسماك التيترا وتفريخها. هلا أنا عم جهز كميات كتير كبيرة لحتى نعملها تفريخ مدرسة واحد مقابل واحد، أو مدرسة مثلا 6 أسماك يفرخوا بنفس الحوض. كلها ترى رح نعملها ونجربها سوا ونعطيكم المعلومات الكافية لحتى تجربوها بمنازلكم. في هون كمان بالحوض أسماك البيجمي كاريدوراس، من الأسماك الجميلة، بتحسها مثل أسماك نيون تيترا، بتمشي بنص الحوض بآخرته بأسفله، بتمشي بكل أرجاء الحوض، ما بتحسسك أنه هي من أنواع الكوريدوراس اللي بتضل على الأرض أو على الكهوف أو بين الحجارة. لا، هي السمكة بتمشي بكل الحوض وأخذ رياحتها، فبتعطيك شعور حلو قد تكون بمجموعات من 6 ل 12 سمكة. وهلا وصلنا لحوض الليمون تيترا. الليمون تيترا من الاسماك الجميله، يعني اقتنيتها اول مره بس رجعت على سوريا. طبعا انا برا ما شفتها صراحه، ولكن شفتها باحد الشركات الاندونيسيه. الظاهر هي اسماك ما كانت متداوله عالميا، تمتاز بالعين الحمراء، وقت طعميه انت اكل هيكاريا او اكل بيشتغل على الالوان بيطلع الوانها كتير رائعه بزعانفها الليمونيه، لهيك سموها الليمون تيترا. بتعطي على صفار بجسدها، رائعه جدا، تشبه بسلوكها كل انواع التيترا. ورح نحاول نشتغل على تفريخ الليمون تيترا لأنه نحن بحاجتها، ما كتير مؤمنة، ما بعرف إذا في كتير عالم كانت تجيب منها، ولكن نحاول نفرخها لأنها ما متوفرة بشكل دائم. عم نجهزون لنشوف إذا بنقدر ندبر إناس، عندي أنثى واحدة، وأكيد بننزل حلقة، ولكن هي ما على قائمة الأولويات. درجة الحرارة بتحبها مثل كل فصائل التيترا، عفوا أنواع التيترا، من 19 ل 21 22. التفريخ يفضل يكون بال 24 ل 26 درجة مئوية. منتابع جولتنا، منوصل، خلصنا الجيوفاغوس والنيون تيترا والشريمب، ضل عنا يمكن حوض الكونغو والوات كلاود ماوتين ميروس. سمكة الكونغو تيترا من الأسماك اللي كتير رائعة، بتعيش مع جميع أنواع المياه العذبة، ديسكوس، فصائل التيترا كاملة، الكريبينسيس، الجيوفاغوس كمان، بتعطي تشكيلات كتير حلوة وأحجامها مانا صغيرة أبدا، تعتبر من أكبر أسماك التيترا تقريبا، بتجي لستة سنتي، بتوصل لسبعة كمان. أحجام التفريخ لها هي الأحجام الكبيرة. بهذا الحجم اللي أمامكم، هذا الميل أو الذكر، والأنثى بتتميز طبعا باللون الفضي. هاي الأحجام شوي ضعيف فرص نجاح التفريخ، بتمشي ضمن أسراب بالغابات المطيرة. موطنها الأصلي هو حوض الأفريقي الأوسط بجمهورية الكونغو الديمقراطية. درجة الحرارة اللي بتحبها هي السمكة للحياة، عندك من 19-20 حمولة هي السمكة، أكثر أقل من 19 لا، من 19 لل 21-22 ما في مشكلة. التفريخ من 23 ل 26، مية التفريخ الـ pH بده يكون تحت 6.5،
يعني يفضل تستخدم مياه أمطار، وكمان تي دي اس لازم يكون ما بين 80 لل 150. وهلا بنروح لحوض البوسيماني رينبو. هذا الحوض ما صورناه، بتوقع ضل حوضين بس، عندنا تشكيله كتير كبيره. هلا بنعمل جوله كمان على الشريمب وبنعمل له حلقات خاصه لانواع الماليه. حوض البوسيماني رينبو من الاسماك اللي انا بحبها، وسبق ونزلت لها مقاطع تفريخ على القناه، فيك ترجع تشوفها اذا عندك رغبه تفرخها. سهله جدا وقت تعرف تتعامل معها، بدك اجباري ارتيميا لحتى الفراخ تنفد او تعيش، بلا ارتيميا الوضع رح يكون كتير صعب. وانا حاليا بدي امن ذكور لهي المجموعه الكبيره، عندي ما عندي الا ذكر واحد وما تبقى كله اناث، بالاضافه انه عندي نيون رينبو فقط نوعين او ثلاثه من هي الاسماك، ما عندي ذكر واحد، بحاجه عده ذكور لحتى نرجع نعمل تفريخ لهم. والمقاطع الجايه رح نعملها بالهواء الطلق لحتى نعطي تنويع، انه فرخناها بالاحواض نحاول نفرخها بالبرك. وهلا بنروح لحوض صارت معي قصة حلوة فيه. أنا من فترة منيحة جبت شي 4 أو 5 سمكات تايجر بارب، حطيتهم يومين بهذا الحوض وبعدين روحتهم من عندي، فبالصدفة لقيت عدة فراخ عم تسبح بها الحوض، ضل منه فرخ واحد عندي هي السمكة لحالها، فرز له حوض لقله لحاله تايجر بارب. وكمان هذا ما اشتغلنا على القناة، موجود حاليا أنا طالب جرين بارب وتايجر بارب وتايجر بارب ألبينو. هي ثلاث أنواع رح نشتغل على تفريخها كمان بالبراك وبالأحواض، يعني في كمية كتير كبيرة من مقاطع التفريخ نازلة كونه هلا درجة الحرارة صارت مناسبة. اعذروني بسوريا ما في كهرباء، فصعب جدا أنك تقدم مادة عن التفريخ. وهون كمان أحد أسماك الكونغو اللي أنا عم جهزها فارزة، في عندي كذا حوض، في عدة أزواج، مجرب زوجين مع بعض وزوج واحد لحاله ومجموعة أسماك مع بعض. نجي لهون للكريستال شريمب. الكريستال شريمب ممتاز أو جيد للمبتدئين، فيك تبلش فيه ما في أي مشكلة، هو كائن حمول بيتحمل، ولكن إذا أمت له الظروف المناسبة من بي اتش يفضل تكون ميته تكون 5.5 أو 6 بي اتش، بيكون كتير ممنونك، بيعيش معك من سنة لسنتين بسهولة تامة. بيحب كمان تحط له ورق اللوز الهندي، الأدلر كوينز، نباتات، بيحب يأكل بقايا النباتات، الاهتراءات النباتية، وفيك تغذي كمان أكل خاص للشريمب من أي شركة عالمية، ولكن ما تأكل أكثر من مرة أو مرتين بالأسبوع. والمعلومات الكاملة عن أنواع الشريمب وفصائله وكيفية تهجينه، وحكينا سابقا أنه بدنا نفصل حوض لحتى نحاول نطلع طفرات، هي رح تنزل بحلقات خاصة تفصيلية على قوائم الفيديوهات على القناة. وهلأ ضل عنا فقط سمكتين، الروزي تيترا لونج فين أو وايت فين، هي حسب الزعنفة الظهرية ولونها اللي بتجي فيها. ظروف العناية تبعها مثل باقي أنواع أسماك التيترا بالتأكيل والتفريخ والعناية بشكل عام. عملنا مقطع تفريخ لقل على القناة، فيك ترجع تشوفه وتتعلم الطريقة الصح لحتى تكاسر هذا النوع من الأسماك. هيك أصدقائي بكون أخذتكم جولة اليوم بفيدا فريش ووتر فيش، إن شاء الله رح تنزل الحلقات القادمة بعد يومين في حلقة البركة بالهواء الطلق، كيف تعملها وتكاسر فيها الأسماك أو تعملها لأسماكك الخاصة، وإن شاء الله مننزل المقاطع تبعها. شكرا كتير لمتابعتكم، سلام.